بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية نتمنى النجاح لجميع الطلاب. راح نشوف كيف نتجاوز المشكلة اللي كل الطلاب بيشكوا منها، اللي هي كيف انه لما يقطع عليه النت يرجع للامتحان بدون ما يخسر هذه المحاولة. بداية هاي امتحان عندي هبدأ فيه، ونفترض انه الامتحان النهائي بدي ادخل فيه وابدأ المحاولة عادي. هاي بيجيني السؤال الاول وبعمل نيكست، والسؤال الثاني وبعمل نيكست. نفترض انه النت فصل عندي، انا هيني هفصله بايدي وبيجي اعمل نت، هيتجيني الصفحة اللي احنا شايفينها هاي انه مفيش عندي نت او فيش كونكشن، ما طلعش برا البراوزر او ما عملش خروج منه نهائي، فاستنى انه لحديت ما النت يرجع عندي او اني نعرف انه الراوتر عندي رجع فيه النت، وبعمل عملية ريفريش للصفحة هاي ان انا بضغط على الرابط فوق وبرجع بعمل مرة تانية. هاي عملت عملية استمرار، وبرجع للمحاولة تبعتي برجعني لنفس المكان اللي انا كنت فيه وبكمل عادي، فيش فيها اي مشكلة. طيب لو فرضنا ان انا طلعت من الصفحة كلهيتها زي ما انا بدي اعمل هالحين، انا طلعت من كلهية الصفحة وبدي ارجع افتح صفحتي مرة تانية جديدة وارجع للامتحان اللي انا عملته، هتلاقيه بقول لك في عندك لسه محاولة. لو جيت عملت استمرار بقول لك في غلط، لاني انا طلعت برا الراوتر خالص، برا المتصفح اللي انا موجود فيه، ورجعت فتحته مرة جديدة، فحسبها عملية انك انت فتحته من مكانين مختلفين. بهيك عرفنا كيف ان انا لما يفصل عندي النت ما طلعش برا الامتحان، وظني اعمل ريفرش ما طلعش برا البراوزر نفسه اللي أنا موجود فيه. بنتمنى إن شاء الله النجاح للجميع، ونركز في امتحاناتنا وإن شاء الله بالتوفيق.